بالنسبه للامريكان ايضا منطقه طيب. الخليج والعراق هي ضمن المفروض بما انك وسعت دار التحليلات سيد السباعي، ايضا الكيان الاسرائيلي قبل فتره قبل اسبوع ايضا استهدف مواقع في جنوب في المنطقه الجنوبيه لسوريا، وايضا اليوم تقول ميليشيات تابعه لايران تستهدف ايضا مصالح والقوات الامريكيه في السفاره الامريكيه في بغداد. هل الرسائل ستكون في الساحه العراقيه والسوريه هنا المتعلق بما يجري الان في فيينا من مفاوضات في الملف النووي الايراني؟ نعم هذه حاضره، لكن من خبث المتقاتلين الاثنين، خبث هؤلاء العهد العدوين، انهم لا يتقاتلون على ارضهم. لا اسرائيل تقاتل ايران على ارضها، يعني تستهدف العمق الايراني، ولا ايران قادره على الرد على اسرائيل ضمن الهدف. وبالتالي المنطقه العربيه هي المستهدفه، الموارد العربيه، المواطن العربي مستهدف، فتبقى هذه الحرب اشبه ب يعني حرب اعلاميه كلاميه، هم لم يختاروا منها، لم تستهدف قواتهم اطلاقا. فبالتالي هذا الصراع الاعلامي يبقى مستمر ليستهلكنا نحن حتى تنقسم المنطقه العربيه، قسم ينحاز الى اسرائيل وهذا من التطبيع، وقسم يتأيرن وهذا من الحلف مع ايران، وكانما هؤلاء هم المنقذين او هم بنفس الوقت اعداء لدود. ليس اعداء هؤلاء، نحن المستهدفين ونحن الخاسرين. من قرر ذلك بان تكون الساحه العراقيه هي ساحه مواجهه للميليشيات الايرانيه مقابل المصالح الامريكيه والغربيه، وما ان تكون الساحه السوريه ايضا مستهدفه من قبل الاحتلال الاسرائيلي لصالح ايضا الكيان الاسرائيلي والاحتلال في ظل المواجهه الامريكيه الايرانيه الحاليه لنقل في مفاوضات فيينا؟ هناك رسائل ترسل من خلال الارض والمساحه، ساحتان، الساحه السوريه والعراقيه. هو نفوذ هذه الدول، مثلا نفوذ ايران في العراق، هو الذي جعل من العراق اما ساحه او هو يقاتل بالنيابه عن ايران. نفوذ ايران والميليشيات اللي موجوده اللي تعتمر بالخامنئي بالقرار السياسي والديني والامني، فبالتالي ايران يعني نعم هذه اجنحه لها. كذلك الكيان الصهيوني حكم سيطرته على الحدود السوريه الاسرائيليه، ولا يقبل باي نوع من الاسلحه الثقيله المتواجده خصوصا الصاروخيه على حدوده. طيب. وبالتالي ايضا يستهدف اسرائيل، واسرائيل يعني عندما تستهدف سوريا لا ايران خاسره ولا اسرائيل خاسره، وبشار فقط هو الذي يتكلم بالمقاومه ويحتفظ بحق الرد، منذ كل سنه هذا يحتفظ بحق الرد. هؤلاء لا يردون الا على شعوبهم ويقتلون شعوبهم، ولا حق في العراق وفي ما معنى حق الرد في العراق هنا في هذا الاستهداف؟ لا هو العراق هو الذي يستهدف الان، والكاظمي اضعف من ان يكون انا احتفظ بحق الرد. بالتالي الميليشيات هي التي تسير المشهد على يعني شويه يختلف عن الامر في سوريا. فالامر مختلف، لكن بالتالي الشعوب هي مستهدفه. طيب. عرب الوكاله قذره، نحن الذين ندفع الثمن، وهؤلاء العراذل واوصلتهم امريكا واوروبا الى السلطه لكي يدمروا شعوبهم ودولهم ويفككوا هذه الدول المركزيه. نعم. تتحول الى كانتانات ومن ثم سيد السباعي، الى متى سيستمر الوضع هكذا في العراق باختصار لو سمحت؟ نعم. الى متى سيستمر الوضع في العراق هكذا باستهداف وللسفاره الامريكيه والعكس، يعني هنا المواجهه؟ ما لم يتغير النظام السياسي في العراق فبالتالي سيبقى هذا الوضع، لان المؤسسه فقط تبقى مسيطره على الدوله العراقيه، فيحتاج عامل الخارج. الشعب العراقي عاجز ان يغير هذا الوضع، لابد من عامل خارجي يغير الوضع في العراق وفي سوريا وفي جميع الدول العربيه، تتغير المشهد كاملا على الارض. شكرا لكم سيد حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي العراقي. ايضا نذهب للعراق ونرحب من هناك بضيفنا سيد جاسم الغرابي.